فقرتنا لهذا اليوم هي حول الـ Excitation Contraction Coupling. المحاضرة مو كل شيء بيها يحتاج إلى تركيز، ولا كل شيء بيها مهم. بعض النقاط أو المفاهيم اللي راح نحتاجها بحياتنا العملية راح أركز عليها في هذه المحاضرة. Excitation Contraction Coupling شنو هو؟ A process in which an initiating stimulus, action potential or chemical stimulus triggers an increase in intracellular calcium and subsequent myofilament shortening resulting in muscle contraction. اللي يصير بالexcitation contraction coupling انه اكو stimulus، الstimulus ممكن ان يكون كهربائي action potential، وممكن يكون كيميائي chemical stimulus. الاثنين يؤدن إلى زيادة الكالسيوم داخل الخلية العضلية، وبالتالي اللي راح يصير الألياف العضلية راح تتقلص وتؤدي إلى تقلص العضلة ككل. هذا رسم توضيحي للأكشن بوتنشيال شلون يوصل ويسوي الكونتراكشن بالموتور اند بليت. نجي على الأنواع مالته هي كالآتي: الكتروميكانيكال كابلينج، مثل ما قلنا ممكن يكون المحفز كهربائي، translation of an electrical signal from the sarcolemma into the muscle contraction. الثاني هو pharmacomechanical، يعني كيميائي. مثل إيش يعني؟ مواد كيميائية ممكن أنه تؤدي إلى تقلص العضلات. الأول هو الأسيتايلكولين، الثاني النورادرينالين، والثالث الاستامين. كل الأحوال الزيادة راح تكون وين؟ بالانتراسيليلر كالسيوم، والزيادة بالانتراسيليلر كالسيوم راح تؤدي إلى انتراكشن أوف مايوفيلامنتس اللي هن الأكتين والمايوسين. الفرق بين اللي يحصل بالسكليت المصل أنه السكليت المصل يجي الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم، بينما بالسموث مصل يجيها منين؟ من الاكسترا سيلولار سبيس. بالكاردياك مصل كالسيوم انفلكس اللي هو يجي من الاكسترا سيلولار بليس يحفز على الريليز اوف ذا كالسيوم فروم ذا ساركوبلازميك ريتيكولوم. هذه صور توضيحيه للاطلاع فقط. طيب، اترستينج position actin and myosin are unable to interact because they are inhibited by regulatory proteins. التقلصات في العادة اكو inhibitory proteins تمنعها من الحصول. An initiating stimulus، الاستيمولس اللي هو يكون كهربائي او كيميائي، يكون ضروري حتى يبدي هذا التقلص. الفكرة أنه بالنتيجة اللي راح يصير هو أنه المايوفيلمنتس سلايد باس إيتش أذر، تزحلق واحدة فوق الأخرى وتسوي كروس بريدج. هذا الكروس بريدج حتى يتكون يحتاج ATP ويحتاج كالسيوم. صور توضيحية أخرى للإطلاع: عندنا هذا الجدول comparison of the stimulation of contraction between the muscle types. المهم بيها فقط هذا الـ initiation of contraction. بالسكريتال مصل هو acetylcholine، بالكاردياك مصل pacemaker، بالسموث مصل هو ligands، hormones and neurotransmitters، metabolic factors و paracrine signaling. نجي على هذا السؤال: باحث investigator studying muscle tissue in high performance athletes، يدرس عن الخلايا العضلية في رياضيين محترفين. He obtains blood samples from athletes before and after workout، يأخذ نموذج من الدم قبل التمرين وبعد التمرين. التمرين مالتهم هو ركض سريع short fast sprints، و
Which of the following findings is most likely upon evaluation of a blood obtained after the workout session? هل هو زيادة بالconcentration of insulin؟ هل هو زيادة بالconcentration of hydrogen؟ هل هو decrease بالconcentration of lactate؟ هل هو increase concentration of ATP؟ هل هو decrease concentration of NADH؟ هل هو increase concentration of blood glucose؟ جواب الصحيح هو B. والشرح هنا أنه الانيروبيك glycolysis هو المين سورس فور اي تي بي كرييشن. احنا قلنا العضلة حتى تتقلص تحتاج كالسيوم وتحتاج اي تي بي. منين يجيها الاي تي بي؟ من الجلايكوليسيس. طيب الانرجي ديماند اكسيدز اوكسجين سبلاي. هنا احنا الانرجي اللي نحتاجها عبرة الاكسجين سبلاي، فشنو اللي راح يصير؟ راح يصير شيء يسميه انيروبيك جلايكوليسيس. بالانيروبيك جلايكوليسيس اللي يصير مثل ما صار عند هذا الرياضي strenuous exercise، راح يزيد هنا الاستخدام مال البايروفيت والجلوكوز حتى يطلع ATP molecules. اللاكتيك أسيد freely dissociates into lactate and hydrogen، فمعناها اللاكتيت حيزيد مو مثل ما هنا بالسؤال مكتوب اللاكتيت يقل. هذا الجواب خطأ سي، لأنه اللاكتيت المفروض يزيد والهيدروجين أيضا يزيد. concentration of hydrogen ions will increase and pH would be lowered. لو كاتبين pH مو H يعني كان صار الجواب أنه ال pH تقل وليس تزيد. مثال آخر وسؤال آخر. 31-year-old man comes to the physician because of several months of recurrent abdominal pain and diarrhea. 6 months ago he traveled to Lake Superior for fishing a trip with his friends. طيب during which they often ate their day's catch for dinner. كانوا يأكلون سمك من هذه البحيرة اللي هم رايحين لها سفرة. Physical examination shows pallor. صار عند the patient pallor. Laboratory studies show macrocytic anemia and eosinophilia. من تلقى eosinophilia عند the patient فهذا في الغالب عنده parasitic infection. A peripheral blood smear shows hypochromic red blood cells with megaloblasts and hypersegmented neutrophils. Cystoid infection. Cystoid هو parasite. Suspected and the drug is prescribed that kills cystoids by inducing uncontrollable muscle spasm in the parasite. الدراج اللي ننطي شي يسوي؟ يسوي تشنجات عضلية بالباراسايت بالطفيلي. The drug prescribed for this patient most likely acts by which of the following mechanism of action. ايش تتوقع؟ شنو اللي ممكن ان يسوي uncontrollable muscle spasm من خلال محاضرتنا؟ لازم فد شي يزيد الكالسيوم في داخل هذا الباراسايت. الجواب شنو راح يكون؟ طيب هذا الشرح للسؤال. most likely treated with antihelminthic يعني مضاد للديدان. praziquantel which causes contracted muscle paralysis and parasite by increasing calcium influx into the sarcoplasm of the parasite. The calcium binds to troponin C اللي بالتالي راح يؤدي الى cross bridges. According to the sliding filament theory of muscle contraction, this enables actin and myosin to form cross bridges. Contracted muscle paralysis of the parasite caused by treatment with the praziquantel facilitates their destruction by the host immune system.